يعطيكم العافية صبايا وشباب. نحن اليوم بدنا نشتغل اكزرسيس دي ابليكاسيون اون امبر او فورم اكسبونونسيال دين فونكسيون. سو اف دي اكس ايجال مو اكس بلس 5 فوا اي اكسبوزون موان دي اكس مو اكس بلس 1 افيك دومين دي ديفينيسيون دي اف ايجال مو انفيني بلس انفيني. Premier exercice, on veut calculer limite de f de x quand x tend vers moins infini et limite de f de x quand x tend vers plus infini. Deuxième exercice, on veut montrer que la droite de l'équation y égale moins x plus 1 est un asymptote oblique AC. Troisième exercice, on veut étudier la position relative entre C et D. Donc, solution de premier exercice. On a limite de f de x quand x tend vers moins infini est égal plus infini plus 5 fois plus infini plus 1 est égal plus infini est égal à plus infini. منين اجت هيدي البلس انفيني؟ بنطلع بالاف دي اكس، إذا حطينا محل الإكس هون مو انفيني شو بصير؟ مو فوا مو انفيني بيطلع بلس انفيني. هيدي 5 هياها بيرجع اي اكسبوزون موان دي اكس. هيدي بليس انفيني. ليه؟ لانه الاكس هون مو انفيني فوا مو بليس انفيني، وقلنا نحن اي اكسبوزون بليس انفيني شو بيطلع الجواب؟ بليس انفيني. وبذكركم ممنوع نكتب اي بليس انفيني، بس بنحكيها حكي. هون مو اكس يعني مو فوا مو انفيني شو بيطلع؟ بليس انفيني. وهيدي الان هي، فاذا الجواب هو بليس انفيني. اي لكم اني هون انه كار اي مون دي اكس ليميت اي مو دي اكس كون اكس اون فير بليس انفيني بتساوي بليس انفيني، لازم نكتبها افضل. هلا بدنا نشتغل ليميت دي اف دي اكس كون اكس اون فير بليس انفيني، يعني ليميت دي اف دي اكس كون اكس اون فير بليس انفيني دي مو اكس بليس 5 اي مو دي اكس مو اكس بليس 1. بنحط محل الاكس بليس انفيني، شو بيطلع الجواب؟ مو انفيني. فإذا موان إكس بليس 5 شو جوابها هيدي؟ موان إنفيني. وإي موان دي إكس شو جوابها؟ وإي موان دي إكس شو جوابها؟ زيرو، لأنها صارت إي موان إنفيني، وأنتم بتعرفوا إي موان إنفيني إيجال زيرو. كمان ما بنكتب إي موان إنفيني إيجال زيرو. ليش إي موان إنفيني إيجال زيرو؟ من الكور. من أول صفحة بعتها بالكور أو تاني صفحة. طيب. هلا صار عندي مو انفيني فوا زيرو، يعني فورم اندترميني. كرمال هيك هون ما فينا نشتغلها دغري، فبناخد هيدي لحال، هيدي هي الاكسبرسيون من هون لهون، هي بنشتغلها لحال هياها لان هي فورم اندترميني. فكيف ما نخلص من الفورم اندترميني هون؟ بننزل ال اي مو دي اكس هي بننزلها لتحت مثل الاكزرسيس السابق. هون صار عندي مو انفيني على بليس انفيني، يعني صار عندي فورم اندترميني وفي يطبق الراجل دي لوبيتال. فبعمل ديريفي للنيوميراتور بيطلع مو 1، وبعمل ديريفي للدينوميناتور بيطلع 2 اي دي اكس، وبطبق الليميت شو بيطلع الجواب؟ مو 1 على بليس انفيني شو بيطلع الجواب؟ 0. فاذا ليميت دي اف دي اكس كون اكس تنفير بليس انفيني هيدي جوابها 0 اشتغلناها، وهيدي جوابها شو؟ مو انفيني. فزيرو مو انفيني يعني مو انفيني. بتاني سؤال بدنا نجيب ليميت دي اف دي اكس مو فاكتور مو اكس بليس 1. ليه؟ لانه انا بدي برهن الدروات اللي عندها ايكواسيون ايغريك ايجال مو اكس بليس 1 هو اسمتوت اوبليك. فبحل ليميت دي اف دي اكس مو فاكتور مو اكس بليس 1. وانتم بتعرفوا اف دي اكس مو فاكتور مو اكس بليس 1 بيسوي مو اكس بليس 5 اي مو دي اكس. لورسك اكس تاند فير بليس انفيني شو جوابها؟ زيرو، ديجا كالكيلي. دونك دي ات ان اسامتوت اوبليك اسي او فوازيناج دو بليس انفيني. هلا بدنا نعمل بوزيسيون ريلاتيف. اون في اتيدي لا بوزيسيون ريلاتيف اونتر لا كورب سي اي لا دروات دي. مثل ما اشتغلنا بدرس اللوغاريتم، كنا
نجيب اف دي اكس مو فاكتور مو اكس بليس ا. شو بيطلع الجواب؟ مو اكس بليس 5 اي اكسبوزون مو دي اكس. واضح ولا لا؟ طيب بما انه اي مو دي اكس على طول بوزيتيف، هيك اتفقنا انه اي اكسبوزون اي شيء، اي اكسبوزون اي ناظر كانه نيجاتيف ولا بوزيتيف، شو الجواب؟ بوزيتيف بور تو ريال اكس. فاذا اف دي اكس مو فاكتور مو اكس بليس ا ا ميم سيني كو مو اكس بليس 5. يعني هون لما يكون هذا بوزيتيف عطول شو بيكون السيني لهي الاكسبريسيون كلها؟ هو السيني لمين؟ للموان اكس بليس 5 بس. فبدرس السيني لمين؟ للموان اكس بليس 5 عادي مثل صف السيكوند، بخدها ايجال زيرو، بعمل تابلو بحط هون 5. ليه؟ لانه هيدي اذا حطيتها ايجال زيرو شو رح يطلع جواب؟ اكس ايجال 5. هون مو انفيني وهون بليس انفيني، وهيدي اف دي اكس مو مو اكس بليس 5 عنده نفس السيني دي مو اكس بليس 5. هون بحط بليس وهون بحط مو. ليش؟ باخذ فالير تحت ال 5 1 2 0 حي الله، وانا بحطه هون بهيدي بهي الاكسبريسون بيطلع جواب بوزيتيف. هون شو برجع باخذ جواب؟ باخذ رقم فوق ال 5 سي 7 8 بعوضها هون مو اكس بليس 5 شو بيطلع جوابها؟ نيجاتيف. هلا نحن كنا نشتغل بدرس اللوغاريتم كنا نعمل تابلو دي بوزيسيون، فيكن تشتغلوها صح، بس هون حبيت اشتغل انه اعملها دراسه دغري تفصيليه. اذا اكس اصغر من 5 الور سي اي او دي سو دي دي اي او دي سي دي دي. ليه؟ لانه اذا اكس اصغر من 5 شو بيكون عندنا هون؟ بوزيتيف، فساعتها الكورب سي هو اعلى من الدروات دي. اذا اكس ايجال 5 بيطلع عندنا 0، يعني ساعتها سي بيقطع الدي، سي كوب دي اون ا دابسيس 5 اوردوني موان 4. بنحط الاكس بقيمتها هون بيطلع عندنا موان 5 بلس 1 بيطلع الجواب موان 4. او بنحط الاكس بقيمتها وين؟ بالاف، بالاف يعني بنجيب اف دي 5 اذا بدكم، او بنجيب اف دي 5 او بنحط الاكس بقيمتها بالاكواسيون دي دادروات. نحن بنعرف انه لما يكون ال x ايجال 5 بالاكواسيون دي لا دروات اللي هي y ايجال مو x بليس 1 بيطلع ال y مو 4. طيب اذا x اكبر من 5 يعني عندنا مو، فاذا لا كورب سي اي او دي سو دي دي، يعني بيكون السي تحت الدروات دي لما تكون ال x اكبر من 5. لا لانه سيني مو. يعطيكم الف عافيه.